السلام عليكم متابعي قناة توب 10 عرب في حلقة جديدة. الجسد البشري يمتلك قدرا هائلا من الإمكانيات التي تمكنه من فعل أمور خارقة في العديد من الأحيان. كثير من هذه الأمور قد تكون بسيطة كما قد تكون معقدة، وكذلك طرق القيام بها. في هذه الحلقة سنعرفكم على 10 أشياء يستطيع الجسد البشري القيام بها مع إمكانية اتخاذ بعضها كحيل مفيدة لتحسين حياتكم. إيقاف ألم الأسنان. ألم الأسنان شيء اعتيادي يعاني منه الشخص بين الفينة والأخرى، لكن هناك طريقة بسيطة للتعامل معها وتقتضي استعمال مكعب ثلج، لكن ليس بوضعه فوق السن أو الضرس الذي يؤلم صاحبها، فهذا قد يؤدي إلى تجميد عرق السن والضرس. وعوض ذلك يمكن وضع المكعب الثلجي في المنطقة الواقعة بين الإبهام والأصابع الأربعة مع تحريك المكعب بصفة مستمرة حتى يخف الألم ويبدأ في التلاشي. أما عن السبب فهو أن مستشعرات الجسد تبعث برسالة الإحساس بالبرد والتي تغطي على الإحساس بالألم. قدرة الروائح. هل سبق لكم وذكرتم رائحة ما بذكرى معينة؟ الأمر عادي، كون منطقة باحة الشم في الدماغ قريبة للمنطقة التي تخزن فيها ذكريات أكثر من الباحات الأخرى الخاصة ببقية الحواس. فممر النزل يرتبط مباشرة بالنظام المسؤول عن التعاطي مع الذكريات، وهو ما يجعلك تتذكر حدثا معينا بعد أن تشم الرائحة ذاتها التي ميزته سابقا. الحصول على قسط من الراحة. بين الفينة والأخرى نمر بلحظات واحدة تفرض علينا أن نستريح ولو قليلا، وفيما يعتقد البعض أن التفكير في أفكار سعيدة أو تنظيم التنفس قد يساعد، فهذه الطريقة أكثر إفادة. المرة القادمة التي تريد فيها أن تستريح ولو قليلا، ضع إبهامك على أسنانك العليا ثم انفخ عليهم مخرجا إياه أمام فمك مباشرة، وهو ما سيحفز مجموعة أعصاب في جسمك تسمى أعصاب فيغاس، وهي مرتبطة بقلبك، ما سيبطئ من سرعة خفقانه، ما سيؤدي نتيجة لذلك إلى تخفيض الضغط الدموي، ومعه يريح الدماغ. الصمم اللحظي. إن سبق لك ولم تنتبه إلى ما كان شخص يقوله لأنك كنت مركزا على شيء بين يديك أو فكرة في رأسك، فهذا شيء عادي، وهو ما يسمى بالصمم اللحظي، ويكون عند تركيز الشخص على القيام بشيء مؤديا إلى دفع الدماغ لتجاهل بقية الأصوات المحيطة بالشخص لعدم قدرته على التعامل معها كلها في الوقت ذاته. المرة القادمة التي تجد أن من تخاطبه لم يكن يستمع إليك، اعذرها، فربما كان مركزا على القيام بشيء لدرجة أن دماغه لم يستطع تحليل كل المعلومات التي تأتي إليها. الضغط الداخلي للأذن الداخلية. عندما يتعلق الأمر بالضغط الداخلي للأذن الداخلية، فالعديدون عانوا منها عند سفرهم سواء بالحافلة أو الطائرة، والأمر يعود لاختلاف الضغط بين داخل المركبة وخارجها، وفيما قد يلجأ البعض لأكل الحلوى معتقدين أنه الحل المثالي، فهذه الطريقة لا تكون مناسبة دائما، لكن الحل المناسب يكون بإغلاق الأنف بالأصابع جيدا، ثم إدارة الرأس لليمين حتى يلمس الذقن الكتف، ثم إعادة الأمر من جديد بإدارة الرأس نحو اليسار حتى يلمس الذقن الكتف، ثم رفع الرأس كأن صاحبه ينظر للأعلى، وهو يقوم بابتلاع لعابه حتى يجد أن ضغطه الداخلي قد اعتدل. حكة الحلقة. عندما تعاني من حكة في حلقك تجد أن الأمر مزعج جدا، خاصة إن كنت ستقدم عرضا أمام عدة أشخاص أو إن كنت وسط اجتماع مهم. ولعلاجه كثيرا ما يتم استعمال المشروبات الساخنة أو الجرعات المخصصة لعلاجه، لكن ماذا لو لم تكن أي من هذه العلاجات موجودة بالقرب منك؟ كل ما سيتحتم عليك القيام به هو أن تحك خلف أذنك. أما إن كانت الحكة في حلقك من جهة معينة، فعليك أن تحك الأذن الموجودة على الجهة نفسها، وهذا هو الحل البسيط الفعال. إيقاف تجمد الدماغ. عندما تتناول المثلجات بسرعة دون انتباه إلى برودتها التي قد تؤذيك، ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بتجمد مقدمة الدماغ لفترة قصيرة من الوقت. والحل لمواجهة الأمر هو بضغط اللسان على الجزء العلوي للفم، وبذلك تقوم بتسخين العصب الذي يربط الفم بالدماغ، وهو ذاته الذي تجمد لبعض الوقت. أبقي على لسانك بذلك الشكل حتى يتحسن الوضع. إيقاف الألم. الألم شيء مفيد للجسد، فهو يعلمه بتعرضه للأداء حتى يستطيع الإنسان اتخاذ القرار الذي سينقذه، لكن يبقى الألم شيئا نفضل جميعا تجنبها، وهذه الطريقة التالية قد تساعد على إيقاف الشعور بالألم ما دام ضعيفا.
كل ما يحتاجه الأمر هو أن يسعل الشخص، والسبب أن ذلك يؤدي إلى حجب الإحساس بالألم عن الدماغ الذي يكون مركزاً على السعال عوض الإحساس بالألم. يمكن تجربة الأمر عند أخذ حقنة من الطبيب مثلاً، لكن الأمر لن ينجح عند القفز من مبنى، فالطريقة خاصة بالألم القليل فقط. العمل اللحظي. سبق وطرحنا مفهوم الصمم اللحظي، والآن جاء دور العمل اللحظي، وهو أيضا نتيجة لتركيز الشخص على القيام بشيء معين، لكن عبر استعمال النظر هذه المرة وليس السمع. تم اكتشافه سنة 1998 بعد اكتشاف الصمم اللحظي، وتم اختباره بواسطة عرض مقطع مرئي لمجموعة من الشباب يتبادلون رمي الكرة فيما تدخل بينهم غوريلا راقصة قبل أن تنسحب من جديد. وعرض المقطع على مجموعة من المتطوعين الذين طلب منهم التركيز على تبادل الكرة، وذلك ما تم دون أن يلاحظوا وجود غوريلا راقصة في المقطع. تقشير الجلد. إما أننا مررنا بتجربة بعض قضايا وقت أكثر من اللازم تحت الشمس، أو أننا نعرف شخصاً مر بالتجربة ذاتها، لكن هناك نوعاً أكثر صعوبة، وهو عبارة عن حالة مرضية تسمى ديسندروتيك إكسما، وتؤدي لتقشر الجلد بشكل غير عادي، قد يجعل من ارتداء الحذاء شيئاً مزعجاً بسبب كمية الجلد التي يتم إيجادها في الحذاء. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فمجرد لمس شيء ساخن مثلاً أو التعرض لجرح بسيط قد يحول الأمر لتجربة مخيفة قد تتطلب زيارة الطبيب بسرعة. ما رأيكم بهذه الأشياء البسيطة؟ هل سبق أن جربتم إحداها؟ شاركونا أجوبتكم في تعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا تسجيل إعجابكم والالتحاق بقناتنا لمزيد من الفيديوهات المنوعة.